7 سبتمبر مش بس كان ميلاد كابتن ربيع ياسين، لا كمان بس عام 1976 ميلاد كابتن محمد بركات نجم الاهلي السابق، او زي ما بيتقال كوتا. يعني هو شخصيه جميله جدا على كمان المستوى الشخصي، كلنا اكيد بنحبه، وهو ساهم طبعا مع الفريق بالفوز بكثير من البطولات، وشارك في كاس العالم للانديه 3 مرات، وحقق كمان مع الفريق الفوز ببرونزيه البطوله عام 2006، وفاز بلقب هداف بطولة دوري أبطال إفريقيا 2005 مع الأهلي، كان برصيد وقتها 7 أهداف. شخصية جميلة جدا في الملعب وخارج الملعب. كل سنة وانت طيب كابتن بركات. نروح نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. أحد أهم نجوم الكرة المصرية والإفريقية منذ بداية الألفية هو محمد بركات الزئبقي، الذي تمتع بعشق كل الجماهير المصرية بعيدا عن أي انتماءات. محمد بركات من مواليد القاهرة في 7 سبتمبر عام 1976، بدأ مشواره الكروي في ناشئي نادي السكة الحديد، ولنبوغه صعد للفريق الأول في سن 16 عاما. حاول النادي الأهلي ضم محمد بركات من نادي السكة الحديد، إلا أن ظروف تعرضه لإصابة كبيرة حالت دون ذلك، لينتقل بعدها إلى النادي الإسماعيلي ويتألق ملك الحركات مع النادي موسم 99-2000-2001-2002، وقاد الإسماعيلي لبطولتي كأس مصر والدوري المصري. موسم 2002-2003 انتقل بركات لأهلي جدة السعودي، وفاز مع أهلي جدة ببطولة الأندية العربية الموحدة الأولى من أمام الإفريقي التونسي، وقد سجل هدف المباراة الوحيد. في الموسم التالي 2003-2004 انتقل لنادي العرب القطري ولعب مع باتيستوتا نجم الأرجنتين، لكن الإصابة منعته من استكمال المشوار. موسم 2004-2005 انتقل بركات للنادي الأهلي بعد إصرار المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه على التعاقد معه، وتألق وأبدع معه وقاده لإحراز بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتوج بركات هدافا لهذه البطولة برصيد 6 أهداف، وحصل على لقب أفضل لاعب محلي بإفريقيا. بركات أول لاعب مصري يحصل على جائزة أحسن لاعب إفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عام 2005، كما تم ضمه للتشكيلة الرئيسية لمنتخب إفريقيا عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006 التي استضافتها وفازت بلقبها مصر. لم يشارك ملك الحركات في بطولتي إفريقيا 2008 و2010 للإصابة والاستبعاد الفني على الترتيب، ويمتلك بركات سجلا حافلا بالبطولات سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر خلال مسيرته الكروية، حيث شارك في فوز مصر بكأس أمم إفريقيا لعام 2006، وفاز مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات، وفاز ببطولة الدوري العام 6 مرات ومرتين كأس مصر والسوبر المحلي 5 مرات، وشارك مرتين في كأس العالم للأندية. وعلق محمد بركات حذاءه في عام 2013 ليعلن اعتزاله كرة القدم بعد مشوار حافل مع النادي الأهلي والمنتخب مليء بالبطولات والإنجازات.